معانا على الهاتف الكابتن عمرو سعداوي، احد لاعبي فريق 97 للنادي الاهلي. مساء الخير يا كابتن عمرو. مساء النور يا رب. كابتن عمرو، في البدايه عايز اسالك، ما يعني انت ايه اللي حصل امبارح؟ ماذا حدث بالامس؟ في الاول بس برحب بيك وكابتن احمد عبد الظاهر. ازيك يا سعداوي؟ الحمد لله يا كابتن. حبيبي بس يا كابتن، هو اللي معانا حصل. برضو كابتن عادل محمود. كابتن عادل، اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. اتفضل يا يا كابتن. كابتن، اللي حصل امبارح يا كابتن، هو كل الناس طالعه، في ناس في المقاصه عمالين يطلعوا يتكلموا. لا، بغض النظر، انا مش عايزك تروح للمقاصه تماما، قول لي ايه اللي حصل امبارح. هو اللي حاجات يا كابتن، هم طالعين بيقولوا حاجات ومش ده اللي حصل. احنا ماشي كمان يا كابتن، انا طالع من الملعب يا كابتن. طبعا الماتش كان هم فرق عننا بنقطتين، فاحنا كسبناهم عديناهم بنقطه وبتاع. ده كان ماتش مهم قوي بالنسبه لنا احنا النادي الاهلي يعني، فعايزين نبقى مركز اول بتاع. كانوا هم سابقنا بنقطتين وكده، فالماتش اتشد وبتاع. فانا خارج بقى، احنا الماتش خلص انا فرحان، فخارج وانا اصلا يا كابتن، انا اصلا من الفيوم يعني. نعم، يعني انت اصلا احد ابناء الفيوم. انا خارج وفرحان وبتاع. في واحد صاحبي جاي لي، انا كان في الملعب كان بيتفرج عليا، فجاي لي بيقول لي هو ايه الماتش ده؟ بقول له يا عم ده ما كانش ماتش، دي كانت خناقه. لقيت المدرب بتاعهم بقى جاي يجري عليا ويقول لي انا هضربك، انا مش عارف طبعا الفيوم مش عارف ايه. راح العامل بتاعنا محمود، راح واخدني انا كده وبتاع، وجاي بقى اللعيبه بتوع مقص عايزين يضربوني وبتاع والكلام ده. انا ما اتكلمتش مع حد، انا بقول لصاحبي ده دي كانت خناقه ما كانش ماتش. بس لنا عمرو السعداوي لاعب النادي الاهلي، بعد ما حاولوا يحتكوا بيك، ايه اللي حصل يا كابتن عمرو؟ هم دخلوا طبعا علينا كلهم وبتاع، وبالجهاز الفني بتاعهم وكل اللعيبه وناس من بره، بس اصلا مش تبع حد ولا الجهاز بتاعهم ولا تبع اي حاجه. الناس لابسين لبس كده عادي ومش عارف فين. والمشكله يا كابتن ان احنا بنتخانق جنب بتوع الامن بالظبط، مفيش بينا وبينهم 5 متر، قاعدين كلهم في العربيات وقاعدين بيضحكوا. احنا واحد من عندنا الفريق بيقول لك شايفهم هم بيضحكوا وهم قاعدين. طيب، والمكان بتاع الاحتكاكات يا عمرو كان فين بالظبط؟ هل كان في الملعب ولا جنب الملعب ولا في انهي مكان؟ قدام اوضه اللبس، احنا خارجين طالعين عند اوضه اللبس كده خلاص يعني، ده كان الجنب التاني. فاحنا ماشيين بقى ناحيين ناحيه اوضه اللبس وبتاع، والامن قاعد جنبنا. بس حصل كل المشكله طيب. دي وهم بقى طالعين يا جماعه. الامن اللي كان موجود كان رجال الشرطه، ما كانش امن تبع نادي مصر المقاصه. لا انا مش عارف الصراحه امن تبع مين يعني، هو ما انت اكيد بتبقى عارف زي الشرطي يعني، اللي لابس شرطه انت اكيد عارف هو بقى شكله عامل ازاي. يعني يا كابتن، هو الناس اللي كانت في الملعب اللي هي بتجي لنا كل ماتش، بتجي لنا عندنا في نادي في اي مكان، المفروض اللي هم بييجوا يامنوا هم جايين عشان الماتش عامه يعني. فهو الماتش بعد ما انتهى، هم ممكن هل كانوا عارفين مثلا، او يعني ان الماتش انتهى وان في، ولا هم اتفاجئوا؟ طب هم ايه اللي نزلهم؟ عايز اعرف منك. هم الناس زي ما بقول لحضرتك، وانا خارج المدرب بتاعهم هو اللي عمل كل المشكله. المدرب بتاعهم هو اللي بوظ الدنيا اصلا. هو اصلا من اول الماتش يا كابتن بيقول للعيبه بتاعته، بيقول لهم احنا عايزين نلعب كمال اجسام، ما بقولهمش نلعب كوره، بقول لهم عايزين نخش فيهم كمال اجسام، اللي هم نموت اللعيبه. ليه يعني يا كابتن؟ طيب انت طول المباراه كان التدخل مثلا من لاعبي مصر المقاصه كان عنيف اكثر من الطبيعي يعني؟ انت برضو يا عمرو، انت لعيب كوره وعارف ان في ماتشات بتبقى الدنيا متنشنه بزياده، وماتش أيوة انت بتتكلم هل كان زياده عن اللازم؟ في ناس بتخش جامد، بس مثلا يخش جامد يجي تفلج بتاع ويجي يقومك بعدها، انما ما فيش دخلات كده في الدنيا. وبعدين المدرب اللي بيقول لهم، والله انا سامع بودني يا كابتن، بيقول لهم احنا عايزين نلعب كمال اجسام. طيب ايه ده؟ انا اصلا حتى انا خليت معاه في الملعب بقول له يا كابتن هو في ايه يعني يا كابتن؟ حرام عليك، انا ما اتعور حد فينا، كل واحد ليه مستقبل وكل واحد ليه حاجات بيبص ليها لقدام وبتاع. طيب، هل كابتن فريق مصر المقاصه هل اتدخل لفض الموضوع ولا كان دوره ايه؟ ما اكيد برضو انتوا ما بينكم ما بين بعض بيبقى مثلا كبير الفرقه هنا وكبير الفرقه هنا بيهدد الدنيا لما بيحصل اي مشكله. يا كابتن هم لو عندهم كبير كان حصل اللي حصل ده كله يا كابتن، ده هو المدرب بتاعهم اللي بيضرب يا كابتن. يبقى اللعيبه هتعمل ايه؟ فلازم اللعيبه تضرب معاه. طيب كابتن عمرو، احنا يعني بغض النظر، احنا مش عايزين بس نتدخل في الامر بشكل دوت، بس انت وصلت رساله ان ما كانش في اي حد يعني بيحاول يسيطر على الامر من ناحيه النادي مصر المقاصه. كابتن عمرو بشكرك شكرا جزيلا. يعني كابتن احمد، باين ان الوضع فعلا كان ملتهب، كان مشحون زياده عن اللزوم زي ما قلت لك. المدرب شاحنهم يعني بطريقه يعني غير اخلاقيه، مش هنقدر نقول عليها اكتر من كده يعني.